لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في بداية هذه الكلمة أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للمجلس العلمي المحلي بالناظور بكل مكوناته، ممثلا في رئيسه فضيلة الأستاذ العلامة سيدي ميمون بن ريسول على الدعوة الكريمة، كما أشكر فضيلة الدكتور الباحث العالم سيدي أحمد بن الحاج المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، أشكرهما على هذا التعاون الذي يراد به إعلاء كلمة الله تعالى بالكلمة الطيبة. موضوع مداخلتي ورسالة العلماء بين فقه الشرع وفقه الواقع، وأقول وبالله التوفيق إن العلماء يقفون على ثغور الإسلام المختلفة من الفتوى والتعليم والتوجيه والدعوة والخطابة والوعظ وغيرها، فهم الموقعون عن الله، وهذه المنابر على اختلافها تكتسي أهمية خطيرة. ينبغي للعلماء والعامة أن يستشعروها وأن يكونوا مؤمنين بعظم هذه الرسالة ويؤدونها دون تساهل فيها ولا استخفاف بها، مع شعورهم العميق بقدرها ومسؤوليتها، لأنها ربما ستكون قليلة التأثير أو عديمته في غياب هذا الشعور. قال مولانا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عز من قائل: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. هذه النصوص وأخرى كثيرة تنبه العلماء الناطقين باسم الشريعة الغراء أن يكونوا على وعي تام بما يجري في محيطهم، ويتفاعلوا بشكل إيجابي مع هذا المحيط، يتقاسمون مع أهله الهموم والأفراح والآلام والآمال، ويبذلون قصارى ما يستطيعون ليصلحوا بشرع الله ما أفسد الناس. ذلك بأن تبليغ شرع الله تعالى مسؤولية عظيمة، لأن العالم موقع عن الله ونائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جوانب النيابة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رحيما بقومه، حريصا على إيصال الخير لكل فرد وكل أسرة منهم، ويقاسمهم آلامهم وهمومهم وما يخافون منه. قال تعالى في وصف الحبيب عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن العلماء في تبليغهم لدين الله الحق عقيدة صحيحة غير مشوبة بشوائب التعطيل أو التشبيه أو الجبر، وعبادة سليمة خالصة لوجه الكريم لا يخالطها شرك ولا رياء ولا سمعة ولا بدعة، وأخلاق كريمة من الأمانة وصدق الحديث وحسن الجوار وبر الوالدين. وفي تنزيل أحكام هذا الدين الحنيف على مناطاتها يحققون من النفع ما لا يحصى، من ذلك تحصين الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وتصحيح لما أفسد أو ما فسد من ذلك كله. غير أن هذا وحده لا يكفي، لأن هناك منابر كثيرة وجهات معلومة وغير معلومة تنشر الأفكار الهدامة والأخلاق الرذيلة
والتمرد على شرع الله وعلى القيم، فتزاحم بذلك العلماء وتتقاسم معهم محل دعوتهم. فينبغي لهم أن يكونوا على وعي تام بوجود هذه المنابر وبطبيعتها ودوافعها وبأفكارها التي تدعو إليها وبطرائق دعوتها وكيف تلبس على الناس دينهم. هناك أحداث وأفكار تثيرها هذه الجهات وهذه المنابر تشغل الرأي العام، يخوض فيها الخاص والعام، منها أحداث رياضية وسياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية، وتختلف فيها وجهات النظر، ويقول فيها كل برأيه، ويقول فيها من لا رأي له، ويقول فيها من شاء ما شاء. فلا يصح أن يبقى العلماء على هامش الحياة يتحدثون عن أمور أخرى وإن كانت مهمة في الأصل، إلا أنها تظهر غير ذات جدوى في سياق كهذا. بل لا بد أن ينبري العلماء ليبينوا في هذه الأحداث وهذه الأفكار حكم الله تعالى والحكمة التشريعية والمقاصد الشرعية. هذه التيارات كثيرة ومعظمها وافد إلى المجتمع، تهدف إلى هدم أركانه بالتشويش على عقيدته والمس بأخلاقه وقيمه الدينية والوطنية. هذه التيارات ينبغي للعلماء أن يتصدوا لها بالكشف والدحض بالحجج من جهة، ومن جهة ينبغي أن ينشروا القيم والمبادئ الإسلامية والأخلاق النبيلة التي تشكل المجتمع المسلم السليم ويعملوا على ترسيخها. إن التفاعل الإيجابي للعلماء مع محيطهم ومع ما يحدث في المجتمع ومع التساؤلات التي تطرح فيه يقتضي منهم أن يكونوا متابعين لمثل هذه الأفكار، مستشرفين لما ينتج عنها من سلوك وأخلاق، وأن يحسنوا التعامل مع ذلك ويتدخلوا في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة قبل استفحالها وبلوغها حداً يصعب القضاء عليها. وهذا لا يتأتى إلا إذا كان العلماء مواكبين لتطورات مجتمعهم، ملمين بما يحدث فيه، ولهم تصور شامل عما يجري فيه. عندما يتخلف العلماء عن مواقعهم ويتأخر منهم البيان والتعليم والتوجيه، فكأنهم يخلون المواقع ويسمحوا بتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين يفتون الناس بغير علم فيضلوا ويضلوا. والحقيقة أن هؤلاء المتطفلين إذا كانوا يتجرؤون على الفتوى في الأوقات العادية فهم عليها أكثر جرأة في المحن والملمات. ولقد اقتضت سنة الله تعالى في كونه أن تتغير أحوال الناس وأن تتأرجح بين الشدة والرخاء والعافية والبلاء والصحة والأسقام والحرب والسلام. قال تعالى ذكره: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. وشريعة الله تعالى صالحة لكل هذه الأحوال، لأنها شرعت لكل حال ما يناسبها من أحكام. والعلماء مع مراعاة الوصف هم المؤهلون لقيادة الأمة وبيان واجب الوقت والحال، ولقد كانوا عبر التاريخ حيث ينبغي أن يكونوا. والدليل على هذا الأمر كتاب الله تعالى ودعوات الأنبياء عليهم السلام، وهم يتفاعلون مع محيطهم ويلاحظون ما فيه من انحرافات فكرية وعقدية وسلوكية ويعملون على إصلاحها، وطريقة القرآن الكريم في ذكر الأحكام الشرعية في العبادات وفي غيرها، وأسباب النزول وأسباب ورود الحديث الشريف وخطب الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وغير ذلك. وإليكم بعض من هذا كله. أولا، دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لقد قص القرآن الكريم كثيرا من أنباء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجعل قصصهم عبرة لأولي الألباب، وجعلهم قدوة للناس، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكانت في دعواتهم قواسم مشتركة، كالدعوة إلى توحيد الله تعالى
وعدم الإشراك به وعدم الإفساد في الأرض والاستعداد للقاء الله تعالى وغير ذلك. قال مولانا جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكانت هناك أمور خاصة بكل مجتمع وكل نبي. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومناجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي بذل ما بذل في دعوته ودعوة قومه إلى نبذ الأصنام، وقام بعمل جريء ليبين لهم أن ما كانوا عليه لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. كانت هذه يعني موقف من إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته قومه وهو يتفاعل معه. نبي الله لوط عليه السلام الذي عاصره لاحظ أن قومه كانوا يمارسون شذوذا جنسيا، فكانت رسالته ترتكز بعد توحيد الله تعالى على محاربة هذه الرذيلة. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وهذا نبي الله شعيب الذي بنى دعوته على توحيد الله تعالى وإصلاح ما فسد في قومه وخاصة في العلاقات المالية من تطفيف الكيل والميزان والغبن والغش. كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأما نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام الذي كان من مهامه إنقاذ قومه من جبروت فرعون وطغيانه وأيضا من فساد قومه عقيدة وسلوكا، فكانت رسالته تقوم على الجانب السياسي في مواجهة فرعون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وكانت على الجانب الديني والاجتماعي في إصلاح قومه. وقد ذكرت نصوص كثيرة في سورة البقرة والأعراف ويونس وغيرها من السور تتحدث عن انحراف قوم موسى ودعوته لهم عليه الصلاة والسلام. أيضا في طريقة القرآن الكريم، النقطة الثانية طريقة القرآن الكريم في ذكر الأحكام الشرعية. لما نقف مع بعض الآيات وهي تشرع لأحكام الصلاة. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة إلى آخر الآيات. في هذه الملاحظة أولا اختلاف الأحكام متعلقة بالصلاة مع اختلاف أحوال المكلفين. صلاة السفر وجواز القصر فيها تخفيفا من الله ورحمة، صلاة المسايفة
وهيئتها وكيف تؤدى بالتناوب، فريق يصلي، فريق يحرس وبيده السلاح، ثم يتبادل الفريقان المواقع. في حالة المرض أو المطر شرع لهم وضع الأسلحة والاكتفاء بأخذ الحيطة والحفر. الصلاة العادية في حال الاطمئنان، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ومثل ذلك في الصيام أيضا، يتحدث القرآن الكريم عن فرضية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وبعد ذلك يتحدث عن الأحوال، فمن كان منكم مريضا أو على سفر وعلى الذين يطيقونه وهكذا. فهذه الأحكام، فكأن القرآن الكريم يتحدث عن الشرع بصفة عامة، وهو فرضية الصيام على جميع المؤمنين، ولكن بعد ذلك ينزله على مناطاته، وهو ما يسمى بالفتوى. كذلك نجد في الحج وفي الأموال، في المداينة، كيف يتعامل الدائن مع المدين في أحواله المختلفة من الكتابة والرهن والائتمان وغير ذلك. إن القراءة الأولى لهذه النصوص القرآنية تبين مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالواقع الذي تنزل فيه الأحكام ومراعاتها لهذا الواقع، وأنها تضع كل ظرف أو تضع لكل ظرف حكما يناسبه، من خلال أهم الشعائر في الإسلام هي الصلاة والصيام والحج والمداينة. وتعرض الآيات أحوالا كثيرة يتقلب فيها المسلمون على قدر حرصها على إقامة هذه الشعائر، تحرص كذلك على سلامة المسلمين وطمأنينتهم وتشريع الأحكام التي تلائم أحوالهم وقدراتهم. في أسباب النزول أيضا، معلوم أن القرآن الكريم أنزله الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأن هذا المقصد الذي هو هداية الناس وشدة حاجتهم إليه هو السبب الأصلي لنزول القرآن. ولكن العلماء يتحدثون عن أسباب خاصة مخصوصة، في مثل حادثة وقعت في زمن نزول الوحي، وسؤال وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو سلوك كان يفعله الناس. وقد تحدث العلماء عن أسباب النزول، فقالوا هي دليل واقعية الإسلام ومواكبته لتطور المجتمع واهتمامه. يشغل المدعوين مناسبة لبيان قوة الشريعة في إنصاف المظلومين والوقوف إلى جانب الحق مهما كان صاحبه ضعيفا، وغير ذلك مما يغري بالتمسك بهذه الشريعة الغراء وهذا الدين الحنيف. من الأمثلة كثيرة، خصومة التي وقعت بين الأوس والخزرج بسبب يهودي تلاعب بماضيهم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الخصومة أيضا التي وقعت بين أوس بن الصامت وزوجته خولة بنت ثعلبة، عن الذي كان كثيرا ما يظاهرها أو يظاهر منها، فشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى مطلع سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وتتجلى واقعية التشريع الإسلامي في هذه الحادثة أولا في الاهتمام بسلوك الناس وما يترتب عليه من المفاسد ومتابعة ذلك وإصلاحه. وفي هذه القصة ظاهرة الظهار التي كانت متفشية وكانت معتبرة، وكان من أثرها أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه، فجعل الله تعالى لقائلها كفارة تخرجه من التحريم الذي لا تخفى آثاره على الأسرة. وفي الحلول المقترحة أيضا على من وقع في الظهار ولزمته الكفارة، فأوجب عليه تحرير الرقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهذه حلول يعني تتقلب بحسب الذي حسب المناط الذي تنزل عليه هذه الأحكام. أيضا في سبب ورود الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أي الحوادث أو السياق الذي يأتي فيه
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أشهر ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويرتبط هذا الحديث من حيث سبب الورود بقصة مهاجر أم قيس، وهو الرجل الذي كان يحب امرأة، فلما طلبها للزواج اشترطت عليه أن يهاجر إلى المدينة ففعل. وفي الحديث تنبيه إلى أن أعمال الخير التي يقوم بها الناس لا يكفي ظاهرها في الحكم عليها، وأن المؤمن قد يقوم بأعمال هي عظيمة في ميزان الله تعالى، ولكنه يفسدها بتوجيهها لغير الله تعالى. وينبني على هذا ما ينبني من ضرورة الاكتفاء بالحكم على الظاهر وأخذ الناس به، وإيكال البواطن إلى من يعلم السر وأخفى. وأمور أخرى كثيرة في هذا الباب، أختم إن شاء الله تعالى بخطبة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عندما رأى الناس يغالون في المهور، يعني قال على المنبر، يعني صعد على المنبر كما ورد في حديث مسروق بن الأجدع، قال: ركب عمر بن الخطاب رضوان الله عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس فقال: أيها الناس، ما أكثركم في صدقات النساء؟ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يقللون، وإنما الصدقات ما بين 400 فما دونه، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو فيه مكرمة لم يسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، أنهيت الناس أن يزيدوا النساء صدقاتهن عن 400 درهم؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أو ما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ قالت: وما سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فقال: اللهم اغفر لعمر. ثم قال: كل الناس أفقه من عمر. وهناك خطب كثيرة في لعمر ولأبي بكر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وللتابعين، كل ذلك يدل على أن هؤلاء كانوا على بصيرة، عينهم على الشرع وعينهم على المجتمع، يصلحون بالشرع ما فسد في المجتمع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.